الحلقة. أهلا بك. محب الفاكهة. ساري ساري، حان وقت الإفطار. طعام لذيذ، كثير من الطعام اللذيذ. أجل، تذوقه ساري. تبدو شائعا أنت يا دودو. شكرا، أنا دودو الشجاع. أنت رائع يا دودو، شكرا. ساري، لا تكثر من أكل النشويات، تناول الفاكهة صديقي. فاكهة؟ تفضل. شكرا. إنها غير لذيذة. إنها لذعة جدا. لا يمكنك أكل البرتقالة هكذا. ساري، انظر. أولا ننزع القشرة بهذه الطريقة. تفضل كلها، أصبحت جاهزة. فهمت. إنها لذيذة، لذيذة جدا جدا. أعجبتك ساري؟ لذيذة؟ نعم. إذن الفاكهة تكون لذيذة المذاق بعد نزع القشرة. إذن أنت ذكية يا ساري، تذكر تناول الفاكهة باستمرار. دكتور، هذه فاكهة لك. شكرا لك يا بديع. مرحبا بك، علي أن أذهب الآن. ما هذه الفاكهة؟ تشبه الباذنجان. لماذا هي صعبة الأكل هكذا؟ تبتوب تبتوب، أريد فاكهة يا تبتوب. ساري، لماذا أصبحت محبا للفاكهة؟ لأنها لذيذة ومفيدة جدا. جئت في الوقت المناسب يا ساري، هذه فاكهة من عندي بديع، تعال وتذوقها. فاكهة، جيد، رائع، أنا محب الفاكهة، أنا قادم. هيا هيا يا تبتوب. نعم. هيا لنأكل معا. ولكن مذاقها سيء. الفاكهة لذيذة يا تبتوب، ولكن بعد أن نقشرها. شربها مقشرة. أقشرها؟ نعم، يجب أن تقشرها يا تبتوب. بسمة بسمة كلمة ورسمة. البرنامج التالي. هكذا. وهذا نجرب هذه الآن. إذا كان علي أن آكلها هكذا. رائع، طعمها لذيذ. أعجبتك يا تبتوب. إنك رائع جدا ساري. تعلمت الدرس يا تبتوب. زهورة، أحضرت لك فاكهة مميزة. هذه ألذ أنواع الفاكهة، إنها لك زهورة، تفضلي. ألذ فاكهة؟ شكرا لك بديع. مرحبا بك، علي أن أذهب. السلام عليكم. شكرا، مع السلامة بديع. وداعا. سآكل ألذ فاكهة. ما هذا؟ شكلها غريب. زهورة، من هناك؟ زهورة، هذه أنا محب الفاكهة. مرحبا يا زهورة، محب الفاكهة. نعم، هذا أنا، أنا محب الفاكهة. هل ذلك صحيح؟ هيا يا ساري، هيا. إنها ألذ فاكهة، انظر إليها. ما هذا؟ هذه فاكهة معقول؟ نعم، هكذا قال لي بديع. إذن علينا أن نقشرها أولا لنعرف مذاقها. ما رأيك أن نبدأ بتقشيرها يا زهورة؟
أنت على ما يرام؟ إنني أشواكا. لا يهم، سأستخدم أدواتي الخاصة. ساري انتبه، كن حذرا. يمكنك أن تتذوقيها. ليست لذيذة. مستحيل، شكلها لذيذ. سأتذوقها. إن مذاقها غريب ساري. أخطر، محب الفاكهة الشجاع قادم يا أخطر. ساري، أهلا أهلا، تفضل. ساري ستأكل الفاكهة أولا. حسنا. غريبة، سوف أقشرها. أنا فتى الفاكهة المدهش، سوف أكلها. ساري، العصير آتٍ. ماذا تفعل؟ إنني أزيل القشرة عنها. تزيل القشرة؟ أجل، هذه هي أخطر. أوحي، ماذا حل به؟ أنت مزعج جدا ساري، أضعت الكثير من الخوخ. ماذا؟ طبعا، فالخوخ لا يحتاج للتقشير. لا يا أخطر، الفاكهة يجب أن تقشر. حسنا، خذها لك. قاسية، لا تقطعني. إنك غريب، خذ هذه. هل يمكنني أن أكلها هكذا؟ حقا لذيذة. ساري، ليست كل الفواكه تقشر قبل أن تؤكل. أجل، عرفت ذلك. عرف محب الفاكهة الشجاع اليوم أننا لا نقشر كل الفاكهة قبل أكلها. ساري، لا 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 لا. سماء زرقاء، غيوم بيضاء، بينهما شمس صفراء، تدق الباب على الأحباب، تهديهم نورا وضياء. شعاع النور بكل سرور، يدور الكل بلا استثناء. صباح الخير، صباح النور، صباح عطر الأجواء. كوفاء النحلة للورد، سوف نفي دوما بالوعد، ونلاقي كل الأصحاب كي نملأ بالحب الأرض. ومعا نتعاون ونجد، نتساعد والخير نجد، نتحدى كل الصعاب، ويدا بيد نتحد. سماء زرقاء، غيوم بيضاء، بينهما شمس صفراء، تدق الباب على الأحباب، تهديهم نورا وضياء. دودو والأصدقاء.